أول حالة مطرة مرتقبة في المملكة تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة وتتطور تدريجيا أيام السبت والأحد وتؤثر على أجزاء واسعة بما في ذلك أيضا مدينة جدة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن تشير نواتج الخرائط الجوية في طبقات الجو العليا بتقدم تدريجي لهواء بارد ومنخفض جوي علوي قادم من الأراضي المصرية باتجاه المنطقة الشمالية للبحر الأحمر. هذا التقدم لهذا الهواء البارد يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يؤثر أو يعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي في أجزاء واسعة من المملكة كما نلاحظ. إذن وجود لمنخفض علوي تقريبا في المنطقة الشمالية للبحر الأحمر وجنوب بلاد الشام يقابله تعمق لمنخفض البحر الأحمر مع تدفق لرطوبة مدارية في طبقات الجو المختلفة باتجاه أجواء المملكة، وذلك أيضا يتصادف مع تمدد لبعض الهواء الدافئ من الجنوب. كل ذلك بمشيئة الله تعالى سيعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة تشمل أجزاء واسعة من المملكة، وتعتبر هذه الحالة الأولى في الوسم يتوقع أن تؤثر المملكة. تشمل هذه الحالة مرتفعات كما نلاحظ جنوب غرب المملكة، أيضا مناطق رئيسية مثل الطائف ومكة وربما أيضا مدينة جدة، أغلب السواحل الشمالية الغربية، وتمتد تأثير هذه الحالة أيضا نحو المناطق كما نلاحظ إلى الشمال من الشمال غرب المملكة، مثلا أجزاء في تبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المدينة المنورة. فيما إذا أخذنا نظرة عن قرب عن فرص الهطولات المطرية كيف تبدو في مدينة جدة خلال الأيام القادمة، نلاحظ أن هذه الحالة تبدأ بالفعل يوم الجمعة، ولكن التأثيرات الأساسية تكون على مناطق بعيدة عن مدينة جدة، في حين ترتفع فرص الأمطار يوم السبت إلى حوالي 65%. سنستعرض الآن بالتفصيل كيف تتطور هذه فرص الهطولات المطرية. تصل أقصاها يوم الأحد إلى 85% فرصة هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، تتراجع بشكل لافت يوم الاثنين ثم تعاود مرة أخرى للانخفاض بعيد يوم الثلاثاء وتتراجع تماما فرص هطول الأمطار. إذن هذا هو ملخص سريع لفرص الأمطار في مدينة جدة. إذا ما أخذنا الآن توقعات الهطولات المطرية بتفصيل آخر في المملكة، فهذه نواتج الخرائط الجوية تشير على أن يوم الجمعة فرص الأمطار حاضرة في مرتفعات جنوب غرب المملكة، تكون على شكل زخات رعدية وهي تكون بداية الحالة بمشيئة الله تعالى. يقابل ذلك أيضا على الأراضي المصرية بداية نشوء لسحب ركامية رعدية ممطرة على تلك المناطق. مع ساعات ليلة السبت ليلة الجمعة على السبت يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تبدأ هناك تشكيلات من السحب الرعدية القوية في عرض البحر في البحر الأحمر في السواحل المقابلة أو في المناطق المقابلة للسواحل، سواحل المدينة المنورة وربما أيضا سواحل تبوك، على شكل تخريج بحرية تبدأ تدريجيا بالدخول إلى اليابسة. وبالتالي السواحل سواحل تبوك مثلا سواحل الوجه على سبيل المثال وأيضا السواحل القريبة من ينبع على موعد مع بعض التخريج البحرية التي تتمثل بدخول لسحب ركامية رعدية ممطرة غزيرة وتكون أيضا مصحوبة برياح قوية وأيضا تساقط زخات البرد مرتقب مع ساعات فجر يوم السبت، وهي الانطلاقة الحقيقية لهذه الحالة بمشيئة الله تعالى متوقعة. ومع ساعات صباح يوم السبت تصبح هذه التخريج البحرية أيضا تدخل إلى مناطق أكثر جنوبا في سواحل المدينة، قد تصل مثلا إلى سواحل ينبع على سبيل المثال مناطق الوجه وأيضا شمالا باتجاه أيضا السواحل سواحل تبوك المطلة على البحر الأحمر. هناك فرص ضعيفة لأن تشهد صباح يوم السبت مدينة جدة بعض الهطولات المطرية الناتجة عن تخريج بحري، ولكن يعتقد أن التخريج البحري ستكون بعيدة عن هذه المناطق مع ساعات صباح يوم السبت. نهار يوم السبت تشتد الحالة في هذه المناطق كما نلاحظ التخريج بحرية تقريبا من عرض البحر تدخل باتجاه سواحل ينبع والوجه وتمتد شمالا، هذه الحالة تشمل أيضا تبوك في هذه الأوقات وتحديدا نهار يوم السبت، وشمالا تصل إلى سكاكا وأيضا لاحقا تصل إلى عرعر والقريات والحدود الشمالية. تبقى فرص بعض التخريج البحرية تلامس مدينة جدة مع ساعات نهار يوم السبت، ولكن كما ذكرنا فرص الأمطار تحديدا يوم السبت ما زالت في طور التطور وليست عالية بحد ذاتها لنهار يوم السبت. يقابل ذلك طبعا هطول الأمطار الرعدية على بعض المرتفعات، مرتفعات مكة والطائف تحت المراقبة مع ساعات مساء يوم السبت. تشتد الحالة أكثر فأكثر في عرض البحر وفي أيضا بعض المناطق المصرية على الجانب المصري، يتوقع بشكل عام هذه المناطق جميعها أن تشهد أمطارا رعدية
واستمرار دخول المزيد من السحب باتجاه سواحل المدينة وتبوك، وأيضا تدخل أكثر إلى داخل اليابس تشمل ربما المدينة المنورة على سبيل المثال ومناطق تبوك وسكاكا، وأيضا تستمر التخريج البحرية موجودة لكنها أقرب إلى الساحل السوداني من الساحل السعودي، وبالتالي قد يصل بعض من السحب ولكن بشكل متفرق أحيانا إلى السواحل القريبة من جدة. ولكن مع تعمق ودخول هذا المنخفض العلوي باتجاه داخل أراضي المملكة تشتد الحالة الجوية في الساحل الأوسط، وبالتالي كما نلاحظ تتركز هذه الحالة مع ساعات ليلة السبت على الأحد في المناطق الساحل الأوسط من الغرب المملكة، وبالتالي تصبح سواحل ينبع بشكل أساسي تتأثر بهذه الحالة على شكل أمطار رعدية غزيرة تتمثل بوجود لتخريج بحرية تكون قوية تؤثر على هذا الساحل، أمطار رعدية غزيرة تؤثر على هذه المناطق، وأيضا لاحقا كما نلاحظ تصبح التخريج البحرية أقرب إلى الساحل السعودي، وبالتالي تصبح مدينة جدة كفرصة أعلى اعتبارا من ساعات ليلة السبت على الأحد. ملخص التخريج البحرية مرة أخرى هي غيوم ركامية رعدية تنشأ في عرض البحر وتدخل إلى اليابسة تؤثر على الساحل بشكل أساسي وتكون على شكل أمطار غزيرة ورياح قوية أيضا وأحيانا تساقط زخات البرد وبعض العواصف الرعدية. صباح يوم الأحد تتركز هذه الحالة مقابل مدينة جدة وهي أفضل الفرص لمدينة جدة لتتعرض لهطولات مطرية بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى مثل مناطق المدينة المنورة سواحل ينبع رابغ أيضا وأيضا تمتد إلى مرتفعات جنوبي غرب المملكة في بعض المناطق مثل مرتفعات الطائف. أيضا أمطار ستكون حاضرة بمشيئة الله تعالى مع ساعات فجر يوم الأحد على الحدود السعودية الأردنية بما في ذلك الطريف وأيضا منطقة القريات والأجزاء الشمالية من تبوك، وكما نلاحظ شيئا فشيئا مع تقدم هذا المنخفض تصبح فرص الهطول تشمل جدة يوم الأحد وتبقى الفرص قائمة، ثم تمتد هذه الأمطار أكثر إلى السواحل الجنوبية لجدة مع امتداد هذه الأمطار إلى داخل المناطق الشمالية الغربية تشمل حائل في هذه الحالة وتستمر بشموليتها للمدينة المنورة ومرتفعات مكة والطائف، وتبدأ الحالة بعد ذلك بالتراجع شيئا فشيئا مع بقاء فرص الأمطار مع ساعات مساء يوم الأحد على المرتفعات مرتفعات مكة والطائف على وجه التحديد بمشيئة الله تعالى والمناطق الجنوبية لجدة، وبالتالي كملخص أفضل فرص الأمطار لجدة ستكون يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. إذن هذا كان ما هو متوقع كملخص لهذه الحالة الماطرة. إذن هذه الحالة الماطرة تبدأ تدريجيا يوم الجمعة تتصاعد أيام السبت والأحد وتتراجع صباح يوم الاثنين، يتوقع أن تتأثر بشكل مباشر على مناطق شمال غرب وغرب المملكة على وجه التحديد وبما في ذلك مناطق مثل الطائف ومكة المكرمة ومدينة جدة وأيضا المدينة المنورة سواحل ينبع سواحل تبوك، لاحقا تمتد إلى مناطق مثل سكاكا الجوف الحدود الشمالية الطريف القريات، أيضا لاحقا تصل إلى مناطق أكثر داخلية مثل حائل على وجه التحديد، وأيضا مدينة جدة في هذه تحت المراقبة المستمرة نظرا لوجود تخريج بحرية قريبة منها وتشكيلات بحرية رعدية طوال الوقت، وبالتالي تحتاج إلى المراقبة الحثيثة من خلال طبعا المصادر المختلفة من ضمنها المركز الوطني للأرصاد. متوقع طبعا هذه الحالة أن تحمل معها بعض التوصيات الهامة للأخوة المواطنين، أهمها الانتباه من مخاطر ارتياد البحر الأحمر في هذه الحالة سيما في السواحل والمناطق التي أشرنا إليها، هناك متوقع هيجان البحر في بعض الأوقات نتيجة هذه السحب الركامية الرعدية، الانتباه من مخاطر جريان الأودية في هذه الحالة بشكل كبير وتشكل السيول الجارفة في المنحدرات والمناطق المنخفضة، وبالتالي ننصح الجميع بالابتعاد عن الأودية في المناطق المتأثرة بهذه الحالة، كما أيضا ندعو الجميع الانتباه من مخاطر العواصف الرعدية سواء المتمثلة باشتداد كبير في سرعة الرياح أحيانا الهابطة أو تساقط للبرد الذي قد يكون كبير حجما في بعض المناطق أو حتى الاحتماء عند حدوث الصواعق والعواصف الرعدية خاصة تلك التي تأتي من البحر أو التي تتطور على المرتفعات الجبلية. بعيدا عن كل ذلك نعود إلى أجواء العاصمة الرياض المتوقع خلال 3 أيام القادمة التي تكون بعيدة كل البعد عن عدم الاستقرار الجوي، الأجواء مستقرة تماما في العاصمة الرياض، درجات حرارة ما بين تقريبا 32 تتراجع إلى 28 درجة مئوية، الأجواء تكون مستقرة نهارا وأيضا ليلا مع تراجع في درجات حرارة الليلية تصل إلى حوالي 16 درجة مئوية في ساعات الليل، وبالتالي قد يكون الطقس في ساعات الليل مائل للبرودة في بعض المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء تكون بشكل عام صافية، درجة الحرارة الصغرى
19 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة سبت، والأحوال الجوية المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من الشمال في سكاكا 24 إلى 11 درجة مئوية، على العرب 23 إلى 10، وفي تبوك من 26 إلى 14 درجة مئوية. غربا في جدة من 35 إلى 26، في المدينة المنورة من 33 إلى 23، وفي مكة المكرمة من 36 إلى 24، وفي الطائف من 25 إلى 17. أجواء مستقرة إجمالا يوم الجمعة مع بدء تدريجي للحالة اعتبارا من جنوب غرب المملكة، وأيضا تحديدا مع ساعات المساء والليل تبدأ هذه الحالة. في أبها من 23 إلى 10، وفي الباحة من 21 إلى 13، وفي جزاء من 33 إلى 26، مع تركيز ما هناك فرص أمطار محدودة كما ذكرنا على بعض المناطق الضيقة في مرتفعات جنوب غرب المملكة. في في الشرق الإحساء 33 إلى 18، في الدمام من 31 إلى 22 درجة مئوية، وفي حفر الباطن من 27 إلى 14 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في الرياض 32 إلى 17، في بريدة من 26 إلى 13، وفي حائل من 26 درجة مئوية في ساعات النهار نهار يوم الجمعة، طابت إلى حوالي 90 درجات مئوية ليلة الجمعة على السبت. تالي الأجواء باردة في بعض المناطق في البر والمناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية ليلة الجمعة على السبت. إذن هذا كان كل ما ديناه بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.